نشرت صحيفة الوطن البحرينية الجزء الثاني لسلسلة حلقات من تاريخ الزبار التي كانت شاهدة على حضارة أسسها الخليفة الكرام شرق الخليج العربي، وانطلقوا منها لتأسيس البحرين الكبرى على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، حيث خصص الجزء الثاني من السلسلة لنهضة الخليفة العمرانية في شبه جزيرة قطر. منذ بداية ستينات القرن الثامن عشر الميلادي شكل وجود آل خليفة في شبه جزيرة قطر وتأسيسهم للزبارة على الساحل الشمالي الغربي علامة بارزة في تأسيس دولة آل خليفة، حيث بايعت قبائل شبه جزيرة قطر آل خليفة كحكام لهذه الدولة التي امتدت لتشمل كامل شبه الجزيرة إلى جانب جزر البحرين بعد فتحها في عهد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، لتصبح الزبارة العاصمة التاريخية لدولة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وفي العهود اللاحقة تعززت التحصينات العسكرية في عدد من مناطق الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر التابعة لإمارة آل خليفة، وقد حرص المسؤولين البريطانيين على التأكد من تطبيق معاهدة السلم العامة والموقعة في جزر البحرين والتي شملت كذلك شبه جزيرة قطر باعتبارها من توابع جزر البحرين. ويذكر الملازم مايك لويد بأنه ذهب إلى البدع باعتبارها تابعة للبحرين عام 1823 ميلادية. وفي العام نفسه قام الملازم هاوتون برسم ساحل مدينة البدع وضمن فيه حصن البدع الذي يعد علامة بارزة في سيادة آل خليفة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، كما شهد عام 1850 ميلادية بناء قلعة البدع حسبما أرخ لها لورومير، والتي تختلف عن حصن البدع السابق، حيث تقع القلعة بين منطقتي الدويحة والبدع في الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، وقد تغير اسمها لاحقا لقلعة العسكر وتمثل مقر الديوان الأميري القطري في الوقت الحاضر. أما عن إدارة البدع فيقول لورومير بأن حاكم البحرين وتوابعها في منتصف القرن الثامن عشر حوالي عام 1850 ميلادية قام بتعيين ممثل سياسي من قبله وجعل مقره البدع، وهم في العادة من أفراد الأسرة الحاكمة آل خليفة، ويتزامن هذا التاريخ مع تأسيس القلعة، مما يؤكد بأن إدارتها كانت تتم عبر ممثل سياسي من الأسرة الحاكمة. وفي منطقة الوكرة على الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر أمر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن سلمان آل خليفة ممثلا من قبله عليها، وأصبح للوكرة مكانة كبيرة في شبه جزيرة قطر في عهد الشيخ محمد، ووصفها النبهاني في تحفته بقصبة قطر، فكانت قلعة الوكرة مقر إقامة ممثل الحاكم. وقد ذكر النبهاني أن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة كان يتحصن في قلعة الوكرة. بينما في الساحل الشمالي الغربي شيدت قلعة الأركيات من قبل آل خليفة، والتي وثقها راوي الأسرة الحاكمة القطرية جاسم بن ثاني بن قاسم آل ثاني رحمه الله. ممر والي سعيد الدرعي الشعبي عن رواته يقول أن محمد بن أحمد الخليفة راعي الأركيات كان جالس في ظلال قصر الأركيات الضحك، والذين يقنصون للضبة من أبناء الجبسة والجعبان، وكانت الضبة معلقة في حائط قصر الأركيات، وخلفات اللبل بروق، وميوة البحرين من الفواكه قادمة في خشب من البحرين. وتنهت الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، أوي حياة ما وراها موت، الضبة معلقة والخلفات بروق قدامي وميوة البحرين عندي. وهذا ما سمعته من سعيد من ربيعة الدرعي الشعبي، وكان معي عندما يحدثنا ربيعة بن عيسى الكواري وسلطان بن ناصر أطوار الكواري وسالم مبارك بطي الشعبي، وهذا ما سمعته. و
ووفق رؤية عسكرية دفاعية، قام الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ببناء قلعته في موقع استراتيجي بمنطقة دوحة أم الماء التي تبعد 12 ميلاً جنوبي رأس عشيرج وتقع شمال دوحة الأسيود، وقد كانت مقر إقامة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة في فصل الشتاء. ومع سيادة آل خليفة على كامل شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، إلا أن الزبارة ظلت دائماً تحت رعاية حكام آل خليفة عبر السنين. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المعتمد البريطاني في البحرين بأن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أرسل مجموعة من أتباعه لترميم قلعة صبحة في 4 أغسطس عام 1873 ميلادية. وهكذا ظلت الزبارة رغم اتساع دولة آل خليفة مركزاً للسيادة ورمزاً للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين.